ألف سلامة عليك يا أبلة. وأنت ميرسي عارفة يا روحي. يعني يعني ده عين الحسود وخمسة وخميسة، كل ده عشان نجاح الحلقات الموسم الجديد، وهترجعي وتكسري الدنيا. وما بعد الكورونا هيبقى أعظم كتير مما قبل كورونا. وتحكي لنا بقى الخبرة بتاعتك بقى وعملتي إيه وكده. لا الناس لازم تخلي بالها يا والله يا مستاهل دور الكورونا ده. تقيل ورزق. وقلتي لي كان فيه كنت عندك صداع على طول وجسمك صداع مكسر والقطن بايظ وكرمش وكده. كان لازم تخش دراي كلين بسرعه. مش هرد عليك انت بدك على الهوا ده برنامجك بدك. والف سلامه عليك يا ابله ونشوفك قريب ومبسوطين ان انت ترجعي تصوري تاني. بوسه. كارو عملتي ايه في كارو؟ والله انا بصي من ساعه الكورونا عزلت نفسي عن الولاد خالص في البيت، طلعتها البلكونه وقفلت عليها بلكونه وناويه ادخلها بقى بكره. دي زمانها نشفت، زمان المطره مطرت كار وكشت وباظت والقطن باظ، لازم تحشيها من اول وجديد. لا لا سايبه لها بطانيه ووتر بروف وبحط لها الاكل من جوه، بتدخل تمد ايدها تاخده والحمد لله.